رقم 17 عمران محمد، رقم 15 طالح. هو الحارس لنصر حسين داي، محمد ربيع مفتاح الجهة اليمنى. الشوط الثاني، الكرة لصالح نصر حسين داي الذي سيحاول تكرار. مصطفى جليت اللاعب السابق لا يهدأ له بال في هذه المباراة، يحفز فيه بعد أن خرج فوزيا. لا يزال متفوق بأربع أهداف مقابل هدفين أمام سريع غليزان، سريع غليزان الذي تقي إلى المركز الثاني مناصفة مع شبيبة الصور.